أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عوض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاويض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.